BFM. من 7 ل 10 متاع الصباح إيميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو. 9:15 دقيقة تسمعوا فينا في إيميسيون امبوسيبل. ضيفي بعد دقائق باش يكون سي إبراهيم بودربالة العميد السابق المحامين والمترشح البرلمان عضو مبادرة لينتصر الشعب في انتظار انتصار الشعب. عندنا توا لي دوسي د ليكران مع غفران بينوس. فتوى جديدة من دار الإفتاء المصرية تثير الجدل بعد سؤال تسأل المفتي، قالوا له هل الفتاة التي لم تتزوج في الدنيا لها ثواب في الآخرة وتعتبر شهيدة؟ السؤال هذا ورد يعني على دار الإفتاء كما قلت خلال بث مباشر أجرته دار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقال الشيخ أنه نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها، ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض والرفض لمجرد. وقال زيادة أنه فما بعض الأحاديث الدينية اللي تقول أنه المرأة اللي ما تتزوجش عندها ثواب الشهيد. المرأة ما تتزوجش عندها ثواب الشهيد، أي لهنا شنو معناها في تقديرك الفتوى هذه؟ معناها فتوى مقبولة، فتوى أنت واحدة من الناس معناها ذاك عليه مصر على عدم الزواج باش تولي شهيده ولا كيف؟ انا خاطيني يا شهيد الخبزه، رجع يا شهيد الخبزه الثور. انا خاطيني الموضوع وبالحق تقريبا ما عنديش. انت اللي اخترتوا الموضوع اخي، نحلى كذا فقره بتاعك انت نحلى مسؤولين عليها. اي جبتوا مش انتوما اللي تحلوا الكل. ادلينا برايك ما مستيسه طول بعد ما تعطينا فقرتك تطول، انت الاولانيه اللي تعطينا رايك. فتوى فتوى في خضم الفتوات إيجابية، ما خاصة مع ارتفاع نسبة العنوسة أنا ترفع. أنا ما نعتبرش فما حاجة اسمها عنوسة، أنا نعتبر فما مرة تحب تعرس ومرة ما تحبش تعرس. أنا من منش بها حكيت العنوسة ومنحبوش نتبناها فكرة المرأة البايرة والمرأة العانس. أنا بالنسبة لي أنا يا مرة تحب تعرس يا مرة ما تحبش تعرس، وفما برشا نساء ما يحبوش يعرسوا بقرار منهم هما وهما باختيار منهم هما. دونك هذا هو انا رايي في الموضوع. يمشي شهاده هذوما، تمشي شهيده ولا يا اخي شنو مدخلك؟ هو مفتي افتى قال لك تمشي. اخترت لنا الخبر هذايا شنو مدخلني بربي يا بوريان؟ خلينا نوضحوا نقطه عشوائيه بعد اذنك على الحكايه هذه. شهيد شهداء مات شهيده مات شهيد. راهو شوف راهو من قال فلان مات شهيدا ولا فلان شهيدا فهذا يعني ان فلان دخل الجنه. يعني يا ريت كي تقول فلان مات شهيد يعني بمعنى انه فلان دخل الجنه، ومن قال فلان دخل الجنه فهذا يعني انه فلان يعلم الغيب. نقول مثلا نحسبه عند الله شهيد، ما نجموش نتمنى له ان يكون شهيد، نحسبه عند الله شهيد معناها فما نجموش نقولوا خاطر في الحكايه هذه على شنو يستندوا مثلا في مثل الفتاوي؟ خاطر مش في علاقه زياده بالمراه اللي ما تزوجتش كذا دي مع نحن عندنا قصه اللي يموت غرقا. أي. يقول لك الغرق شهيد، اللي يموت في هكا معناها في حادث تاع محروق حاجه كذا. فهمت؟ ربي سبحانه في سوره الاسراء اش قال؟ قال ومن قتل منكم مظلوما جعلنا لوليه سلطانا. سبحان الله. ريت وكما قلت انت الغرق راهو الغرق راهو يعني من اشد انواع العذاب قبل الموت، حاجه يعني ما تنجمش تتصورها يعني. لذلك ربي سبحانه نعرف طبعا هذاك اشد يعني يظهر لي حل ثاني يعني الم بعد اي بالضبط لاول الم بعد بعد اول الم اول الم بعد يجي الم الولاده. موجات ايجابيه الصباح هي واصل هي قدوري. فاش كنا نحكيو سي بوريان؟ على الشهاده وعلى الشهيد. اي هاو كيما قلت لك يعني الـ 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 يعني العذاب اللي يسبق الغرق يعني حاجه ما عندكش فكره. وهو انا نستحضر حديث يقول راوريت دقه الشوكه الالم نتاع دقه الشوكه ربي يكفر لك به سيئات على قدر الالم هذاك. يعني سبحان الله الالم ديما المسبوق بالموت راهو كفاره يعني كفاره. لماذا يعتبر من عدم الزواج المراه وكان كي تموت شهيده يعني عدم الزواج ألم قدوره؟ باش نقول لك علاش. المرأة اللي ما تتزوجش يعني تموت ماهيش متزوجة وتكون يعني ماتت على العفة وماتت على العفاف بإذن الله. بإذن الله ربي باش يعوضها برشا خير. شي ما انت عفة وعفاف يعني ما عملتش علاقات خارج إطار عذراء معناتها المرأة وهي يلزم يكون عندها سبب علاش ما تزوجتش.
اذا كان هي ترى انها ما لقاتش الزوج الصالح اللي باش يخاف فيها ربي وماتت على الشيء هذاك باذن الله يعني ما اجر عظيم عند الله. وراجل اللي مات اللي يطبق على الراجل يطبق على المرأة يعني لو راجل زاد كيف كيف يموت مش شهيد عاد ذاك عنده الحر الجنة الراجل مش شهيد انت المفتي ما قالش شهيد الراجل اي ما قالش مش بدكمش انتم الحق قال المرأة هو فتوى خاصة بالنساء هو علاش معناش عليه الرؤية للعلاقات الجنسية هي رؤية للدنس يعني كي تموت عذراء بدون علاقات جنسية هي شهيدة والعلاقة الجنسية بالنسبة ليك ما تعرفش عليه هذا حسب لأنه هذا دور مش حسب المفتي هذا العزوة حتى حسب المفتي قال ما تزوجش شو لا حتى وتبقى عفيفة كما قال هبش نقول لك عليش عليش لأنه هذا العزوف عن الزواج يعني جاي يعني كما نقوله القناعات طاعة لله لأنه ما تحبش تغضب ربي فربي جزيها الجزاء الأكبر بإذن الله فهمت عليش لأنه مش هكذا مش من لا شيء هي فعلت ربي. هذا الشيء إرضاء لخالقها قبل كل شيء فهمت كيما ذاك قال رائحة خلوف الصائم عند ربي الريحة متاعه يعني أبن من المسك عند ربي عليش اللي هي ريحة خايبة ذيك اللي تخرج من ريحة المعدة لخلوها عليش لأنه هذه الرائحة ناتجة عن طاع لذلك هي عند ربي احسن من المس علاش تقريبا المواضيع نتاعنا الكل مربوطه ديما بالمراه وبالشرف انت جبت روحك تونس خايل باش تقول لنا اش عنا في نتفليكس في 2023 تو نستناو في شنو الانتاجات التونسيه قلنا كلها المفتي والمفتي جاوب ودار الافتاء اي لا بك ابعث لك لا لانه مهم الكلام بجد راهو تغيير المجتمع وتغيير العقل الاجتماعي بمناقشه القضايا هذه هزوا من نتفليكس يتفرجوا في نتفليكس يتفرجوا في كذا يتفرجوا في مبتكرات التكنولوجيا وفي الاخر في مخ المراه عوره للاسف الشديد او في الاخر المراه لا 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 والله لا لا برا ادخل شوف المجتمع نتاعك كيف يخمم باجياله المختلفه بقديمها بجديده هذاك عليه نحب نفهم وجهه نظر قدور ونعرفها تمثل جزء كبير من المجتمع كيما نحب نفهم زاده وجهه نظر زاده غفران اللي تمثل زاده جزء من المجتمع اللي يحب تغيير العقليات هذاك عليه شنو سؤالك غفران في الجزء هذا هو علاش ديما الاسلام يعني ككل ربطناه ديما بالمراه العفيفه وبالشرف ولازمها تعف روحها وتتزوج وما تسافرش من غير محرم وكذا كل اسلام يعني في 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 معانيه السمحه والكل يقولنا ما تقتلوش ما تغتصبوش ما تضروش ما تقولوا ما تذيوش ما تقولوش الكلمه الخايبه ما تسبوش الناس ما تسبلهمش اعراضهم علاش الخطاب نتاعنا ديما مواجه وديما نحبوا نحطوه على المراه باعتبار المراه عوره والسبب نتاع الخراب نتاع العالم وكذا وما غير ما نغزر للاخلاق وفقدنا بالحق المعاني نتاع الاخلاق ولينا ليل ونهار ونحنا نسبوا ماناش حتى قادرين ان باش نعملوا حتى بلاتويت ولا حاجه حتى اللي انا وياها حكيت انا وقدور والكل نحن قلنا نحبوا نعملوا بلاتو باش نعطيوا المثال للناس راهو تنجموا تقعدوا زوز افكار مختلفه ورانا نتعايشوا ونحترموا بعضنا ونحبوا بعضنا ونخرجوا لبرا نشربوا قهوه ونقعدوا نتناقشوا وهذايا قال اخر الاختلاف لا يفسد الود قضيه هذايا علاش ما يوليش بالحق هذايا يولي كيما اكزامبل هكا صغير للمجتمع باش نولي وانا قادرين باش نقوموا بحوارات مجتمعيه قادرين بها اننا نهضوا ببلادنا يعني عود البنات ترقد مع رجال ومش حرام وهذا الاسلام وكذا هكا شنو علاش على تقصد في شنو في المساكنه ما قبل الزواج لا تو هي قالت علاش ديما نجبدوها بالمراه وكذا الموضوع بتاعنا نناقشوا فيه مش معقول وحرام بالحق مش فدلك اللي المراه ترقد مع راجل مش راجلها شريفه هذه تطلب على 100 دنيا هذه مع الحريات انا حريات حتى الراجل زاد يا اخي ربي حتى الاخلاقيه راهو زاد يخون مرته ويبدا يقعد في هذيك بالزواج ويقول لها باش نعرس بيك ويستغل ظروف اجتماعيه نتاع ناس معينه حتى يقول عليه حرام هذيك ما نسمعوش ماهوش حرام راجل كيفاش ما بالكش راجل سيد رجال عندنا مثال تونسي والله يوصف الوضعيه يقول لك الراجل ما يعيبو شيء كس يجي فوق السطح أيواش. وليك المرأة هي لخطر هي عندها حاجات تنجم تظهرها هي عذراء وإلا ما هيش عذراء وكذا ويقعدوا شادين فك الحكاية هذيك ويقعدوا شادين في الكليشيه خايبة شنو ما عندها عادية الحكاية هذيك مش مهمة اسمعني لازم نحن نحدوا المفهوم الصحيح نتاع الأخلاق اسكو الأخلاق هي اسكو مربوطة بالحكاية هذوما وإلا الأخلاق مربوطة بأنك تضر عبد آخر مقابل تيادي جزء هذاك تضر عبد وكذا هذاك متفقين فيه نحن تو في الأخلاق هذه هي أخلاق ولا
مش أخلاق. يلا هاي الأخلاق الثانية في الخبر الثاني يعطيني غفران. نمشيو للبحرين وين طلبت سيدة بحرينية الطلاق من زوجها بعد 5 سنوات من الزواج على خاطره غير رومانسي وما يشبهش الممثلين الأتراك سامحني يا مراد. وين طلبت منه إنه يمشي في وسط المطر ويقبلها فلم يتقبل ذلك وخليها في المطر ورجع للدار دونك طلبت منه الطلاق. علاش حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هو في هو ولا فيها هي؟ في هو حقه كان بالخاطر في الرومانسية بيان سور. راو سامحني برهان يعني أحسن شيء تقدمه للمرأة إنك تاخو بخاطرها وإنك تدللها وإنك تقول لها كلام حلو. توا قدور المرأة المسلمة الصالحة في ذهنك أنت رجلها واجب عليه يقول الكلام الباهي الكلام الجميل مثلا يخرج يده في يد مرته في في الشارع وكذا عادي جدا. شنو هي المشكل خويا؟ ايوه اي هذا هو هذا هو الحبل من الواحد اكيد خويا. المراه يعني المراه هذيك سنده يعني المراه هذيك حلاله المراه هذيك هي امه هي اخته هي زوجته هي يعني اللي باش يكمل مع حياته الكل هي ام صغاره. انا كي نخرج مع مرتي ونشد لها يديها ونفتخر اصلا هي. فهمت يعني علاش الحرام بين الحرام انه فما حاجات ما نعملوهاش قدام العباد فما خصوصيات. اما في الامور الاخرى اخويا كيفاش باش نقول لمرتي كلام حلو باش نبشبش بها وباش نضحي معاها وكي تبدا هي متغشه ناخذ بخاطرها ولا هي هذا هو الباز يشبينا مالهاش بيه المسلمين والصوره بتاع المسلمين في الجانب هذه صوره سيئه جدا للاسف الشديد خويا. ما قلت لك بكري ما يعني ما احنا عرفتك ناخذ كلام الحق اللي نريد به الباطل راهو حاجه خايبه برشا المفهوم نتاعنا للدين. فما مشكله فما مشكله في الحب كي تجي تكلمهم بتاع الشعب الكريم وباسم القيم الدينيه تقول له حب يقول لك لا فما حب الوطن وفما حب ربي سامحني حب الام يعني مش حب اذا كان الحبيبة. اذا كان كما تحكي انت الله عز وجل اتخذ حبيب اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. شوف كل مكانة محلاه يعني اللي يظهر لي لهنا هذه يعني حجة دامغة ذاك سيدنا وبناء على نبوته وكذا أما بين العلاقة بين رجل ومرأة أكيد إذا شوف ربي قال الذي جعل بينكم مودة ورحمة ومن حكمته أنه سبق المودة على الرحمة. المودة شنية المودة؟ المودة هي الحب هي المداعبة هي التبشبيش هي الكلام الباهي هي المخذة في الخاطر هذه هي المودة ومن بعد الرحمة. تقدمي الحلوف طلع نجيبة يا نجيب طلع قدور في الواحد لا وقال لك معناه يحب ولا وقال لك عيب عليها عيب عليه الراجل ما خرجش مرته تحت المطر وما قبل لا خاطر هي عملت له فاز وجبد بها ما يجيش معناه لهنا تتفرج لهنا يعني يمشي نجيب الناس تتفرج هكا قدور بجرب الشيء تنظر قبل شوف الناس تتفرج يشدها من يداه وتلقاه يبوس فيها يبوس الكياس لا مش يبوس فيها ما قلتلكش يبوس فيها هكا تو ما قلتلكش يبوس فيها يقبلها باهي يقبلها لا ما تقاولنيش كلام ما قلتوش تي مالها تو يشدها منها تو شكون يعرف هذيك مرته ولا بنت ولا مش مرته يا خويا كل انسان ومخه كل انسان معناتها والليبره نتاعه سبحان الله شنو واحد شادي المراه من سبحان الله اخي مرتي انا نفتخر مع المراه هذيك انا كي نشد مرتي من يديها تماما ما مش نفتخر انت تكون مش نفتخر افتخر في منزلك الستره به يعني ايه الستره في الامور الاخرى فما امور ما تستحق الستره بالعكس تو هي علاش طلقته يا لا يشد يده من يده مثلا وتمشي تحت المطر ويقول لها كلام به ما يحبش السيد قال لك انا ما نعملهاش لا مش هك الموضوع شاطر لا يقبلها تحت المطر اي وبارك قبلها لا قبلها من خدها شنو المشكله من راسها شنو المشكله مش لا قبلة حميميه مش لا حميميه حرام لا يجوز لا يجوز لا يجوز مره قلت لك نحكي لك على على نجيب قلت لك راهو هو اخترع نظريه الفريليزم وانت سالتني اش معناه هذا هو قال لك صاحبي كيفاش يبوسها في الشارع ما كان يلقى يعدي فيها في تريح يقول لك امورهم ربي معاهم انا شو مدخلني عائله في بعضهم انت هذا هو انت ضد ثقافه الحب وهذوم هو اللي هلكون الناس شنو الحب الحب في الكياس يخش فيها راجل هكا شد مرته ولا يربط لها صباتها ولا يبوسها من راسها ولا حاجه والله مسكينه مرتك شتعاني يا ربي شوف تعلمني الحب يا جلف الصحراء والله هي اسمع اسمع وخنسيت نقول لك يلا عندي عندي امير المحبين امير المحبين استنى فيا كلمه اخيره محمد علي فرشيشي وبربي كلمه اخيره اسمع الرومانسي الوحيد في الباس هذه ما حبش يتكلم خانس بعيد جاي من اجواء رومانسيه جاي من المغرب شوف هكا التبسيمه هو الخزره ما طلبوا عليه شيء في الاوتيل يبدو
وكان بينه وبينها الفصل الشرعي كان. سمحني يا سي نجيب مش نقول لك كلمة تحبها. أيه. اسمع فيك ونقول أنا جاي من كوكب آخر. والله جايبني أش رجعني مع الجميع هذوما والله. ليه وليه بربي آخر كلمة بجي ربي يا برهان. والمشكل فيش الفراريت والكل هما يغسلوا الماعون في ديارهم ويطيشوا البوبيل وينظفوا ويسيبوا وخايفين. هذيك المودة قال لك هذيك المودة. هكا يرعش من مرته. هذيك المودة. يرعش هكا من مرته توا يلا مراد السفرة الجاية عمره قالوا لي انت والمدامة توا مع السعودية وتأكدت انت في البي بي سي انه نجموا تدخلوا بدون اي لا عاد السعودية انا انا راهو ما حكيناش قبيليك اما رياضيا انا راهو معني رونالدو باتو مش نعاودوا نحكيوا على الموضوع رونالدو معني بصراحة مع احترامنا للدوري السعودي كمان انهيار معني أنه خرج من مانشستر يونايتد ما تعديش هذيك كورة لا لا ما يهمنيش هذيك حكاية شو بديناها على الواد هزني رونالدو في الحكاية دي يلا مش لازم نحكيو على الموضوع محمد علي الفرشيشي السوق وما أدراك ما السوق بالأقمار الصناعية طبعا دالي صباح النور أوه صار وليت بالتصوير هذا المرشي سنترال شكله المرشي سنترال هذا صحيح داليس اي يا خويا نخدم المرشي سنترال واحنا نشوفوا كل حاجه من الاشكاليات اللي فيها ممكن نمشيو حتى للفلاحه نطوروا الحاجات في الارض قرب الميكرو يا دالي قرب الميكرو اكثر باش يوصل صوتك اي اليوم اخترنا باش نحكيوا على اللحوم الحمراء وما ادراك ما اللحوم الحمراء اللي بالنسبة للمواطن التونسي في المقدرة الشرائية نتاعه فاتت كل الخطوط الحمراء يوم خاطر نلقاو ما تماش اليوم شحن أقل من 30 ويصل حتى 37 دينار في بعض المواقع وصبري قاعد مشكور معناها تعب فيه هيك ما هو قاعد يصور في لحوم الخيول لهنا أنا حابب نبدأ من هوني يا برهان أيوة لكن تأكيد اللي اللحوم الحمراء معناها أسعارها ولات مشتة جدا شوف قداش حوانت مسكرين لهنا هذه كانت من اولها لاخرها كل احوان تخدم تاع اللحوم الحمراء صار الاحوان الثنيه في الفلوار هذايا سكرت علاش سكرت يا دالي عليه الزازاره سكروا هذوما؟ على على ها باش نحكيو احنا على الساعه عندنا في النقطه الهيكلي من قبل كما نعرفوه خاصه في الابقار اليوم خلصت عليه حتى من العلوش تعرف اللي كان قبل التهريب القطر الجزائري الشقيق يقتصر كان على الابقار يعني العجول اليوم ولا حتى من العلوش كنا قبل احنا ناخذوا من عندهم العلوش الكبير تاع العيد هذاك ونخليه العلوش الكبير يمشي غاديك اليوم ولات القطر هذاك كنا ياخذ زوز انواع تاع العلوش اكتب صبري بالله صبر الحمام التهريب دونك زوز انواع هذيك ثم التهريب ثم غلاء غلاء الاعلاف وادركت ما غلاء الاعلاف اللي بعدها أثر بشكل كبير برشا على القطيع ودير برشا فلاحة معناها وأعدادهم كبيرة برشا اللي خيروا وأنهم يبيعوا الأبقار نتاعهم ولا الأعلام نتاعهم لأنهم غير قادرين باش يجابوا التكاليف نتاع تربية نتاع التربية نتاعهم ومصاريف كبيرة يا دليل عارفة البحث أيوه حسب نشوفه كان مرشي سنترال فارغ يتسمى هكا هذا انا يا ودي معناه انت مستانس بالممر كي من هكا يبدا فارغ معناه لا لا بشي شيء وسط جمعة واليوم نهار اربع زادة اي واليوم نهار اربع لكن تفر حتى الوسط المرشي فارغ تم على سبيل الفضل قال لي خزار قال لي يا ناس المرة الجاية تتصور مقابل كرة قدم ما بين الخزارة نتاع الجانب اللوطاني والخزارة نتاع الجانب العقلاني وشكون بيدير بحث هذايا باش يبين لك ان المرسي ما عادش فيه اقبال. اولا لانه باش تدخل كهربتك لهنا تقريبا كاد يكون الامر مستحيل. اي يعني تحط كهربتك بعيده. الانتصاب يصير اللي بيه الفائده اللي بيه الفائده كيلو البقري قداش اليوم دالي؟ الكيلو بقري مزود لهنا ب 31 دينار حتى ل 34 دينار انا ماشي والعلوش لا العلوش ب 34 يعني 34 ما فماش تحت ال 34 لا لا مازال ما فماش ما ينجمش يهبط هو باش نقول لك حاجه انا تما بلاكه لهنا لقيتها مقلوبه يا ولد جبين بلاكه مقلوبه خلي حشمتك خالد حاشي لا
الباقي هذا 32 يعني. الباقي 32 ايوا عندهم شوكه 34 34 34 هذه اسعار الحد الادنى داليه. هذه الاسعار الحد الادنى خاطر تلقاه لبرا حتى 34 دينار. موجود هكا ولا مش هكا؟ واضح حتى واضح. ال 40 وين موجود في ال 40 يا وجه؟ ما ترجعنيش اوكي. في المرشي. ما لا لا. ابون. اي نعرف منطقة شعبية. ولا تسمع قال لك هنا منطقة شعبية معناها كي تمشي للمرشي تلقاه ب 40 دينار. للاسف للاسف. آه ايه. يلا دليل. 35 كفاية. يعطيك صحة دليل. ان شاء الله مازالت عندنا متابعات يعني. اكيد اكيد دليل. يعطيك صحة. وعايشك عايشك ميرسي بوكو ونشوفوك غدوه في موقع اخر من مواقع الاسواق والاسعار واجواء السوق واجواء الاسعار. هذه ميسيون امبوسيبل بلغت نهايتها. مراد ميرسي بوكو على حضور بون رتور. قدور ميرسي بوكو. سيدي ربي يبارك لك وبربي من خلالك نحب نحيي صديقي عادل الرزقي في المانيا ونقول له عادل الرزقي اي سيدي. ها بدينا في الديديكاس وعادل الرزقي مفتوح ليكم للديديكاس الكل. ربي يبارك لك. يلا نجيب الجزيري ميرسي بوكو. غفران يعطيك الصحه. نستقبل بعد قليل سي ابراهيم بودربال العميد السابق للمحامين وعضو مبادره لينتصر الشعب. العالم كله وقدام العالم الكل العميد السابق إبراهيم بودربالة تحدى الجميع وقال أنا مع قيس سعيد في السراء والضراء. فرحان برشا باستقبال سي إبراهيم بودربالة العميد السابق المحامين المترشح للبرلمان عضو مبادرة لينتصر الشعب. سنقوله مبروك الفوز في الانتخابات التشريعية ولا الوضع خطر حتى التو اللي زي ما عطتناش نتائج شكون اللي تعدى من التور الأولاني شكون ينتظر الدور الثاني؟ سي إبراهيم تعديت ولا ما زلت؟ لا الحمد لله يعني تمت العملية بسلام ويعني انتصرت بالدور الأول. لا مش انتصرت يعني يقع اختياري من الدور الأول. من الدور الأول مبروك إذن سي إبراهيم. إن شاء الله يكون الانتصار لتونس أكاو. إن شاء الله إن شاء الله. سي إبراهيم يعني الكثير من القراءات للوضع السياسي العام. فيه حديث على أزمة سياسية على انسداد في الوضع السياسي. سي إبراهيم فيه اتهامات لأنصار الرئيس وللرئيس الرئيس وأنصاره وأنت أيضا أصبحت تقريبا معناه أحد أعمدة المشروع المناصر لرئيس الجمهورية. يقول اللي أنتو ما تعيشوا حالة إنكار الواقع موجود ما تحبوش تغزروا له. فيه أزمة سياسية ولا فماش أزمة سياسية سي إبراهيم؟ لا هو راهو إذا كان حبوا نحلوا تحليل موضوعي الأزمة السياسية هي اللي أدت إلى مبادرة 25 جويلية، هي اللي أدت إلى التدابير التي سندها الشعب التونسي في بمعظم شرائحه يعني سنة التدابير 25 جويلية. من بعد يعني وقع ثم اختلافات بعد أمر 21 سبتمبر 22 سبتمبر 21 وقع اختلافات في وجهات النظر ولكن ثم خريطة طريق عدها الرئيس واحترم فيها كل الأجيال. الأجيال كل ما هو حاجة هامة ياسر وقت اللي نحترم الأجيال راه الأزمة في عمق المجتمع التونسي. حتى أنه مرة في نقاش مع أحد الزملاء قال دولة فاشلة، قلت له بالله نحب جواب في خصوص سؤال، هل أننا دولة فاشلة أم مجتمع فاشل؟ فاسكت. أنت الأقرب في رأيك سي إبراهيم أن المجتمع هو اللي يعيش الأزمة والمجتمع هو اللي فاشل؟ عبر التراكمات اللي وقعت عبر السنين الماضية وصلنا إلى مجتمع فاشل، لكن الأسباب متاعه مش المجتمع والدولة يعني تتحمل والخيارات اللي وقعت في السنوات الماضية يعني هي اللي أدت إلى أنه الواقع طبقة سياسية عايشة في حلم والواقع شيء ثاني. وأنا بالرغم من تجربتي وبالرغم من حياتي وبالرغم من أنه مهنتي بالتساق بالشعب، لكن في الحملة الانتخابية هذه وتواصلي مع كل الأحياء يعني رادس ومقرين يعني تبعد من أربعة لسبعة كيلومتر على وسط العاصمة، يعني اكتشفت أمور مهولة وأمور رهيبة. مثل أنك يعني ثم أحياء موجودة يعني تفتقد كل ما مظاهر الحياة. ما نقولوش هذا ما ندخلوش داخل الجمهورية
لا لا، الأحياء الحزامية اللي موجودة في تونس العاصمة ثم أحياء يعني فماش قنوات تطهير ثماش لا ثم يعني ثم يعني فما بلاصة اسمها الملاحة في رادس، طبعا في رادس، في رادس ما فيهاش أي مرفق، أي مرفق ما عدا مدرسة، ثم مدرسة الحمد لله اللي ثم مدرسة، أما دار ثقافة ولات خراب ولاو يربيوا فيها في النعاج، فهمني يعني ما أمور لا يقبلها العقل. ما ثماش فضاءات رياضية، ما ثماش فضاءات ترفيهية، ما ثماش فضاءات تربوية، كيفاش تحب المجتمع باش يجي؟ البارح يعني أنا مشيت وقاعد ندور في الواحد، البارح مشيت لأحد المقاهي في رادة في رادس مليان، لقيت مجموعة من الشباب يعني اللي عمرهم تحت 20 سنة يعني مجتمعين مع بعضهم كذا، حبيت تحدثت مع الطاولة الأولى قلت لهم شنو هو كذا، واحد ما فاهمين حتى شيء، ما هم مهتمين بحتى شيء، لا بحكم لا بمعارضة لا بسياسة لا بحكم لا بمعارضة. قلت لهم تعرفوني أنا شكون؟ قالوا لي ما نعرفوكش ما نعرفوكش. مشيت لطاولة أخرى من بعد كي جيت خارج فيها يمكن يجي 12 شاب وشابة قاعدين يتفرجوا في الكورة واحد وكل شيء كيف كيف. قلت لهم يا تهتموا بالقراية ولا تهتموا بالواحد؟ قال لا نهتموا توا بالواحد، عندكم مش فكرة معنا حتى شيء، هذا المستقبل، هذا الشباب يعني، وهذوم الكل مرام ربما في التعليم الثانوي في المرحلة الأخيرة أو ربما يكونوا في بداية الحياة الجامعية. إذن هذا المشكل يعني، طبقة سياسية عايشة في واد، عايشة في حلم، عايشة في النزول الفخمة وما عندها حتى علاقة بالشعب. في الحياه الحمله الانتخابيه راهو كي اتصلت بهم وتحدثت معهم قالوا لي اللي جاوا قبل كيف كيف، قالوا شفناهم وقت الانتخابات ومن بعد ما عادش نشوفوهم جمله واحده، ما شفناهم جمله واحده. هذا يعني العزوف اللي تم راهو ما يفهموش مساله مقاطعه على تعبيره سياسيه، لا 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 عزوف، يقول لك انت من سبقك جاء وقال الكلام وانت تاش باش تجيب لي، ايش باش تحكي لي؟ هذا واقع راهو يلزم اذا كان تبقى علاش ديما كنت نقول راهو 230 حزب مش ممكن باش نعملوا حياه سياسيه. الواقع هذوما الطبقه السياسيه عليها ان تعي، الكلها تعاود تلتصق بالشعب وتفهم مشاكل الشعب وتتحدث على على الواقع والمستقبل. 230 حزب ما نجموش نعملوا بها حياه سياسيه، ولكن ايضا ما نجموش نعملوا حياه سياسيه بدون احزاب، بدون شخصيات، بدون اي سورتو، وهذا اللي باش نسالك عليه سي ابراهيم، حريه التعبير. ما موقف ابراهيم بودربيله من التصعيد الاخير في علاقه باستهداف بعض الشخصيات الوطنيه، نجيب الشابي، رضا بالحاج من جهة، العياشي الهمامي اللي هو زميلك ومحامي، ثلاثة زملائك. أنا متشوق باش تعرف موقف إبراهيم بودربيله مما يحصل لزملائك هذو. الأهم مكسب خذيناه بعد 14 جانفي، لأنه تونس كي ناخذوه من الاستقلال إلى الآن يلزمنا نقيمه ما هو إيجابي وما هو سلبي بنظرة موضوعية. أهم مكسب من 14 جانفي هو حرية الإعلام، مهما يكون مهما الإعلام مهما يخير راهو يفيد، راهو هو اللي يضيء الطريق، هو ناقوس الخطر بالنسبة لبعض يعني الأشياء الخطيرة اللي ممكن يعني تجنبها بفضل الإعلام. ولذلك أنا أقول لك راني مع حرية الإعلام، لكن ايش نتفقوا في حاجه؟ اولا بالنسبه للقضيه سي العياش الهمامي، نبدا كبركا، اي موقفك من والله احاله انا الاستاذ عياش الهمامي، انا ضد الاحاله مهما كانت تكاليف، يعني ضد الاحاله، لكن نطلب من الطبقه السياسيه بالله نجموا نناقشوا، نجموا نبديوا الاراء، نجموا نناقشوا ابدا كلمه شوشو، كلمه يعني كلمه نستعملت في تونس يعني مبتذله، كلمه الفساد ونرميه بالفاسدين وفساد وفساد. هذه انا نحبذ ولو اني ضد الحاله راهو مبدئي، اما نحبذ بالطبقه السياسيه بالله نتفادى ونقولوا هذه مخالفه للقانون، هذه ما عندهاش اساس قانوني، اما نجيوش مباشره وراو يهديكم، راو شعبنا سنكل فيه، راو شعبنا الان يعني انتشرت ثقافه الياس، انتشرت يعني هي بدات يعني نجم نقول لك من بدايه 2000 بدات ثقافه، اما في العشر سنين هذه تكرست ثقافه الياس، راو كنا مسؤولين على ارجاع ثقافه الامل. الامل للناس كل مع بعضنا، راهو ما نقولش انا كل من هو بيده المسؤوليه الان ومن هو في المعارضه، كلنا يلزمنا نرجعوا ثقافه هذا كلام عام، هذا كلام العام سي ابراهيم، يعني بالنسبه ليك اذنب العياشي الهمامي؟ لا ما قلتش اذنب، لا خطا تقول، ولكن لا سمحني انا مانيش نحكي
بالضبط على الأستاذ عياشي الهمامي، لا لا لا، نحكي بالضبط على الطبقة السياسية. بالله رانا راهو الشعب يسمع في الناس الكل. يعني ناخذ منك تصريح أنك ضد إحالة السيد عايش الهمامي على القضاء والمذي. أنا بالنسبة لي أنا من أبدأ رأي يجابه براي، براي لا أكثر ولا أقل. وبالنسبة لسي نجيب الشابي رضا بالحاج وبقية رموز جبهة الخلاص، شيء اللي قاعد يحصل رغم التبريرات أنها قضية أثرتها عبير موسي، لكن فما شبه إجماع الطبقة السياسية أنه هذه في إطار عملية التضييق على الحريات باستغلال قضية تم إيداعها وتسريع في إجراءاتها لاستهداف خصوم سياسيين. أنا رأي شوف، أنا راني كنت عميد محامين وانهيت العهدة يوم 10 سبتمبر، ومدام قضايا متعهد بها القضاء طيب. نفضل أنه القضاء يكون له الكلمة الأخيرة في الموضوع. هذه قضايا ما تتعلقش بهذه، قضايا سياسية ولا لا؟ لا هي بتبيعة الحالة، بتبيعة الحالة قضية سياسية. نفهم موقف العميد السابق منه، لكن ثم الإجرام السياسي راهو، وبالتالي القضاء يزم يفصل في المسألة هذه. أنا نتمنى أن القضاء يفصل فيها بما يتناسب مع الاجتهاد يعني الذي يعطي للحياة السياسية في تونس المناعة الكافية، وبالتالي أنا ضد أنه يقع التسرع في الإحالات ويقع التسرع يعني في فصل الخصومات عن طريق القضاء. سي إبراهيم بودربالة، يعني أصبح لدى المراقبين من الواضح، خليني نقول آخر من تبقى من سند للرئيس قيس سعيد، لا الوضع هذا يحرجك ولا خاصة؟ هاو قلك مثال مثلا بديت أسرتو في المحطة المنعرج الأساسية وهي الحوار اللي أشرفت عليه أنت، بديت معاك العميد صادق بالعيد، معاك الأستاذ أمين محفوظ، معاك عدد من الشخصيات الوطنية، خلي نكتفي بالزوز هذوما، كنت ثلاثي تقريبا أشرفت على الحوار هذايا بتوجيه وتعيين من رئيس الجمهورية، بقيت وحيدا فيما لا. قال الصادق بالعيد أنه مش هذا اللي اتفقنا عليه، فيما الآن أمين محفوظ أصبح من أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد، قبلهم الحبش أتذكرك بسي صاير الزكراوي بفريق كامل، معناها لم يبقى للرئيس إلا إبراهيم بودربالة. يحرجك هذا الوضع أم أنك تعتبر أنك ماشي في الخط الصحيح؟ لا 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 بالعكس، لا يحرجني بالمرة، بل بالعكس أنا متأكد وأنه الاجتهادات في اللي قمت بها اجتهادات يعني ترمي المصلحة الوطن العليا. كيفاش؟ يلزم نفهم رواحنا انه لجنة الحوار يعني كانت يعني لجنة استشارية، قدمنا افكار وكان ثم افكار حتى في وسط يعني بالنسبة للجنة يعني للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كانت أفكار قابلة للنقاش، وما كانش ما نقولكش اللي ثم إجماع مثلا في المسألة الاقتصادية. ثم نظريتين، ثم نظرية يقول لك الأحكام الاقتصادية نحطوها في الدستور، ثم ناس لا ومن يعني اقتصاديين لهم قيمة في البلاد قال لك لا ما تحطوش الأحكام في الدستور لأن أحكام الدستور أمور ثابتة والاقتصاد مشكل متحول، واتركوا المسألة لسياسة الحكومة والبرلمان في القوانين الأساسية وفي القوانين العادية. أنا نقول لك ثم تقاطعات في المسألة الاجتماعية، ثم تقاطعات كبرى في المسألة الاقتصادية، ثم خيارين هو من المرة الأولى طبيعة اللجنة بما فيهم العميد صادق بالعيد اللي هو كفاءة أكاديمية. تكلمتوا بعد ولا ما عادش تكلمتوا بعد اللجنة وبعد كل المشاكل اللي حصلت؟ احنا اللجنة انتهت يوم 20 جوان. اي بعد لا بعد 20 جوان يعني انقطعت الاتصالات. حتى الكلام بتاعنا باش يكون كلام يخصنا احنا ما يخصش اللجنة، ما عندوش ما عندوش تتواصل مع العميد صادق بالعيد ولا لا؟ لا معليك العلاقة الإنسانية والتقدير المتبادل هذا قراب الجهة رادس ومرنيت وكذا في الواحد. لا معليك انك ما التحقتش معاه في معارضة المسار هذايا؟ لا 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 بالعكس، لا ما ثماش يعني لا لوم لا حتى شيء، كل إنسان نحترم موقفه. أنا نعتبر صادق بالعيد يعني العميد صادق بالعيد يعني إنسان فنان قدم لوحة، اللوحة هذه وقع فيها شوية تغييرات ككل فنان من ناحية العاطفية ماذا به يعني قال لك ماهيش لوحتي جملة هذه قدمت لوحة يا أخي جات مثال هي ربما تحت تأثير عاطفي، رغم نعرف القيمة الأكاديمية متاع الأستاذ صادق بالعيد يعني يقول لك أنا قدمت اللوحة هذه وقيمته كذا وقع فيها تغييرات، يقول لك يعني أنا بالنسبة لي يعني ربما عاطفيا لا أقبل ذلك. يثق
إبراهيم بودربالة في قيس سعيد أم لا يثق قيس سعيد الشخص وقيس سعيد المشروع السياسي؟ نسمع الإجابة بعد الإشهار. على إي إف إم في 2023 إصباح على وقتين. بخلاف السبعة متاع الليل زدناكم رانديفو جديد ماني ساعتين سبور شيك. سبور شيك فيها الاستنتاجات تحاليل والتكتيك وكل ما يخص الأحداث الرياضية ومعاهم البطولة الوطنية الجزائرية المغربية والمصرية. تابعونا في سبور شيك كل يوم اثنين للجمعة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أمين جلانزا على إي إف إم أحلى غديو. إي إف إم انتم تسمعوا في إيميسيون إمبوسيبل مع برهان بسايس على إي إف إم أحلى غاديو. 9:54 دقيقة في سي إبراهيم بودربالة العميد السابق للمحامين المترشح البرلمان وعضو مبادرة لينتصر الشعب. سي إبراهيم سألت قبل ما نخرج الإشهار ثقة قائمة نسبتها نحب نعرف في الرئيس وفي مشروع الرئيس، خاصة اليوم مع اللغط هدايا التشكيك نسبة المشاركة في الانتخابات حقيقة المستقبل انتخابات رئاسية مبكرة إلى أولا الثقة أخذها الرئيس من الشعب. أنت حاجتي إبراهيم بودربالة أخذها 2,700,000 يعني بانتخابات حرة ومشهود بمصداقيتها من طرف الجميع، وبالتالي يعني هذا سؤال ربما يطرح في نهاية المدة في نهاية العهد. لا لا في علاقة، وأنت الآن يعني تقريبا من كما قلت ما تبقى له من أنصار لهنا. لا ما زال عنده بعض، نعم قد ما زال عنده، لو كان تقع الانتخابات توا سوف يفوز بها بدون أدنى شك. يعني أنا في عدم اتصلت بالشعب عمري ما غير سمعت واحد قال يعني أنا نطلب من قيس سعيد التنحي على الحكم. يعني إبراهيم بودربالة بالنسبة لي لو تتعمل الانتخابات الآن يفوز بها الرئيس؟ أنا بدون يعني شك ولو لحظة واحدة لو كان تقع الانتخابات توا قيس سعيد يعود يفوز بنسبة هائلة، لأنه ما زال عنده المصداقية، منسوب من الصدق لدى عامة الشعب، ويعني الشعب مطمئن ببقاء الرئيس في سدة الرئاسة إلى نهاية العهد. بيناتكم اتفاقات؟ لا والله لا والله. يعني هذا الواحد الحديث أنه إبراهيم بودربالة هو الرئيس القادم للبرلمان فيها حديث وراو في السياسة الحديث هذية معناها موش عيب، يعني هي توافقات وهي اتفاقات على الأقل فما رؤية للمستقبل. سي برهان نأكد لك أنه تنبأ برئاسة البرلمان لقيتها في المنابر الإعلامية فقط لا أكثر ولا أقل، وحتى ترشحي لمجلس النواب راهو لو كان مش الأهالي اللي هما جيراني واللي انت كنت جاري وتعرف العديد منهم أكيد. هما اللي اتصلوا بيا وهما اللي شجعوني وقالوا لي نحبوك، وبقيت نفكر مدة ولولا الأهالي راهو ما قمت، راهو جمع التزكيات مساهل، راهو في ظرف 3 أيام جمعوا 606 تزكيات، يعني بفضل الأهالي لا أكثر ولا أقل. وبالتالي ما فهم حتى برنامج للحكاية هذية أنت به، هل لديك معناها ننتظر انك تقدم ترشحك لرئاسه البرلمان ولا في اذا كان بطبيعه الحال يعني القاعده انه اذا كان يعني الاخوه اللي سيقع انتخابهم في المستقبل او الذين وقع انتخابهم الان يراوا في اني نكون يعني في رئاسه البرلمان، انا قلت يعني راني دائما انا جندي من جنود تونس اخدم بلدي اينما اكون، ولذلك يعني هذه مساله نتركها إلى حين انتهاء الدورة الثانية واجتماع مجلس النواب. يوم غضب للمحامين، تحركات، فما مشكلة يعني في التواصل ما بين الرئاسة وما بين هالمكونات المشهد السياسي والمجتمع السياسي. صحيح الشعب ماهوش لهنا، الشعب يفكر في لقمة العيش وغيره، أولوياته في الجانب هذية ما يزعش العميد السابق سي إبراهيم بودربالة اللي كان مفترض أنه بتاتر يلعب دور وسيط، أنك تخلي حتى جسور التواصل بينك وبين المختلف الشخصيات المكونات المجتمع السياسي؟ يعني حرقت مراكبك الآن بلغ في المستوى السياسي إبراهيم بودربالة مرحلة اللعودة اللعبلة؟ لا 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 لا، ما عمري ما حرقت مراكبي، وعلاقتي جيدة بكل الأطراف، هذه اجتهادات
وبطبيعة الحال نجموا نختلفوا في الاجتهادات، لكن العلاقة يكلموك بعض المعارضين فماشي وسطات في بعض الملفات. لا لا، الوسطات لم أكلف بذلك، ولكن العلاقة الإنسانية تبقى دائما قائمة، وأنا مستعد لو كلفت بوساطة نقوم بها، لما لا. بما فيه في الملف هذا بتاع الإحالات أريد أريد يعني الخير لبلدي. بما فيه في ملف الإحالات هذا الآن متعهد به القضاء. القضاء مش نعمله إذا كان ما انتوسطوش في الحكاية. لا، هنا متعهد به القضاء، يعني لو كان جات قبل ما يتعهد القضاء، أما الآن القضاء متعهد بالموضوع، هو اللي بيش يكون عنده الكلمة الفصل في المسألة. برلمان قادم إبراهيم بودربالة عنده هكا يميل أنه يكون على مستوى اللون السياسي في اتجاه معين، أو ليس لديه مشكلة في اللون السياسي للبرلمان القادم؟ أنا تجربتي في الحياة السياسية كنت دائما أميل إلى القضايا الوطنية، وبالتالي سوف أكون يعني في نفس المسافة مع كل الأطراف، ولكن سوف أكون ملتصقا بالمصلحة العليا للوطن. إبراهيم بودربالة العميد السابق النائب في البرلمان القادم بقدرة ربي، شكرا جزيلا على الحضور، شكرا على رحابة الصدر، شكرا والاستجابة للدعوة متاعنا. هذه ميسيون امبوسيبل تبلغ النهاية متاعها، نخليكم مع الميتيون، خليكم مع الأخبار وبقية برامج إيفام مدام ليلي، وبعدها صباح النور مع سامي بنور. باي باي.